لن أستطيع أن أتجاوز في أمر كنت أتحدث مع زملائي في الإعداد إنه لا يروق لي أن أتحدث عنه لضحالته، لكن ربما لأنه بيهم الناس فبالتالي يعني لابد أن أتعرض له سريعا ومن زاوية زاوية أراها جديرة إن احنا نهتم بيها. المطربة شيرين عبد الوهاب أكثر من مرة هنا تحدثت عن سلوكيات شيرين وأخطاء شيرين، وهل هي خطايا، هل هي جهل، هل هي مقصودة. في النهاية تاني بقول لشيرين إن كان لديها فن الناس بتحبه، وأنا لست ناقدا فنيا، إلا أنه يجب أن تتفرغ فقط للفن. أنا بقول لشيرين بالبلدي يعني، وأنا قلت كتير وأنا الموضوع أنا موجوع أكتر، فشيرين بالنسبة لي دلوقتي وموضوع شيرين كله موضوع تافه، هي تافهة وسلوكياتها تافهة وموضوعها تافه الحقيقة يعني. لكن بقولها يا بنتي اخرصي، يا بنتي اخرصي، حط لسانك في بقك وفقط غني لجمهورك، وبلاش الخروج عن النص، لأن أنت مشكلتك لما وعيك بتفقديه نتيجة تعاطي شيء أو غيره الله أعلم يعني. لكن في النهاية اللي بيظهر للناس مخرجاتك مخزية، مخرجاتك بتجعل الناس اللي بتحبك بتنقلب عليكي، وفي الآخر بتعيطي، بتطلعي تعيطي وتعملي حملة وتقولي أنا مستهدفة وأنا في مخطط. مخطط لمين؟ أنت أقل من حد يعمل لك مخطط. وأنا تاني بعتذر للمشاهد بتاعي بتكلم على شيرين والله في هذا الظرف، لكنه يعني أهو هنقول إيه. وبعدين يجي حد من الزملاء يستضيف شيرين ويقعد بقى يدغدغ مشاعر الجماهير، وانت وطنيه وانت عظيم، ولا وطنيه ولا زفت. وطنيه ايه؟ ولا وطنيه ولا زفت. بقول هي مطربه صوتها حلو، الناس بتتفرج عليها بيحبوها، اهلا وسهلا، احنا عايزين ونتحمل كل هذا. لكن يا ستي مره تقول لي انا مصري مش الكلام اللي بتقوله، واحد تاني يقول لي ما احنا ممكن احنا في ناس بتقوله عادي. اه في ناس بتقول عادي، احنا دوله اصلا او شعب اصلا بيسخر من نفسه، بينتقد نفسه، بيضحك على نفسه، بينكت على نفسه، كلنا فاهمين هذا الكلام. لكنه ما ينفعش اطلع بشخصيه عامه اقول نفس الكلام امام العامه، واطلع بره مصر واقول مصر ما اقدرش اقول هذا الكلام. اخر مره كانت في البحرين بتغني، فاي شيء ما اعرفش قالت ايه، قالت انا ما اقدرش اتكلم هنا، اتكلم بحريتي عشان في مصر اتكلمت كلمه سجن. انا لا اجد تبرير لهذا الا انه واحده لسانها زالف، واحده لا تتحكم فيما تقول، واحده للأسف الشديد هي في الآخر مطربة مصرية ومشهورة. هنعمل إيه؟ هنجري وراها نطفي وراها حرايق؟ هنيجي هنقطع لسانها طبعا؟ طب احنا هنقول لها إيه؟ فإحنا المهنة التمثيلية وهاني شاكر أعتقد خدوا قرار بإيقافها، وهي قالت أنا في مخطط ضدي، والبعض المغنيات والمطربات حواليها قاعدين يدافعوا عنها، وبعض الإعلاميين زملائنا قعدوا يغسلوا سمعتها. أنا بقول تاني، أنت يا بنتي غير لا يليق بيكي إنك تتكلمي، لأنك أنت واحدة أعتقد جهلة، اعتقد انت مش متعلمه كفايه، اعتقد ما عندكيش تربيه وطنيه كويسه، اعتقد انت متاثره بحاجات رواسب تاريخيه وماضيه، اعتقد انه المفروض انت تتفرغي لفنك وفقط، تخرصي يعني، تخرصي افضل ليكي وافضل عشان تستمري، ومش كل شويه تأدي وقتك. قالت كاتبه تقول ان ده انا جوزي تعبان وجاله عمليه جراحيه نتيجه اللي بيحصل لي، وبناتي بيقولوا طب ما تخرصي، حافظي على جوزك وحافظي على بناتك وحافظي على فنك وعلى جمهورك، ويا ست اخلصي من الناس اللي عاملك مخطط دول، خليكي محترمه مؤدبه. انا بفتكر والله انا بتكلم دلوقتي بفتكر ام كلثوم كانت بتعمل ايه، والمجهود الحربي وتروح وتيجي، ست كانت سيده دوله حقيقيه. انا ما ينفعش اقارن ام كلثوم، والله لما اقول ام كلثوم لازم اقعد يومين ثلاثه عشان اجيب شيرين واجيب انغام واجيب كلهم على بعض، كلهم احطهم على بعض كده، ما ينفعش اجيب سيره ام كلثوم وبعدين ارطب لساني بام كلثوم وكلام ام كلثوم وذكر ام كلثوم وذكرى ام كلثوم وبعدين اتكلم على هؤلاء بهذا الشكل. لكن ادي الوضع وادي الانحدار وادي التاكل اللي احنا وصلنا له، بنتكلم دلوقتي على شيرين اللي بتتكلم بتقول ما اقدرش اتكلم بقى في مصر عشان يسجنوني، وفي مره ثانيه تقول انا ما اعرفش اتكلم على ميه النيل دي فيها بالهريس، يعني كلام حقير جدا ما يتقالش. ما اعرفش انتوا عايزين تجيبوها يا ولاد تفكروا الناس، هاتوها انا مش عاجب بس هاتوها، يلا هاتوها. ان انا جايه شطانين وعاوزين يجوا طلاق، فقالت لي ماما انت رايحه فين؟ قلت لها عندي حفله في تونس، قالت لي عندك حفله في بقدونس.
مش لاقي كلام اقول. حاجه هايفه جدا، هايفه جدا. ممكن حد وقعد مع تاني وبيكلموا عادي يعني، ما البلد فيها 100 مليون الناس تتكلم يعني، مش هنمسك لسان الناس عادي يعني. انا ممكن اسمع الكلام ده عندي هنا في الاستوديو يعني، حد يتكلم بيهزر، لا يا عم مش هتكلم يا عم ده روح في داهيه مثلا يعني. واحد تاني يقول لك يا عم ميه النيل الميه، يا عم الحنفيه بتموت لو شرب، كل ده ممكن يتقال. لكن يتقال من شخصيه عامه بره مصر، هي دي الكلام يا جماعه، مش للدرجه دي يعني، يعني مش للدرجه دي يعني. اه في سفاهه وفي تفاهه، مش لهذه الدرجه، ليس لهذه الدرجه نصل الى ما وصلنا اليه. في كل الاحوال انا يعني اللي انا اتحدث فقط، اذا كان ليا نصيحه فبقول لها يا بنتي اسكتي وخرسي وخلاص يعني، ما تكبروش الموضوع ولا حد يرفع قضيه بقى ونجيب البنت نشدها من شعرها ونعلق يعني، خلاص خلصنا يعني. انا الموضوع ده علاجه تجاهل وخلاص يعني. انا حتى ما اعرفش مين من المحامين رفع قضيه وكذا، اه احنا متضايقين بس في الاخر يعني ايه، ما احنا عندنا في المجتمع ناس كتير جدا بيعملوا هذا الكلام، لكن دي تتقرص ودنها يعني من حد من اللي بيحبوها الفنانين ولا غيره، ما اعرفش مين. بس في الاخر يعني لا فجاه هتلاقي البي بي سي وتلاقي الشبر وتلاقي الاخوان في تركيا، الحق ده عشان قالت كذا كذا، خلاص هنعمل ايه؟ ده قدرنا فيما نحن فيه.